الفيلم يبدأ في شاطئ بحر فلوريدا الأمريكية وفي عز الصيف، ومع الحفلات اللي يعملوها الشباب للترفيه عليهم، وتكون كل مجموعة تفوت عطلة الصيف على حسب رغباتها، سواء حفلات على الشط أو في المنزل بين أربع جدران. ونروحوا لفيث واللي تكون منخرطة ضمن مجموعة متدينة وتكون عارفة أنه أصحابها راح يسافروا عن قريب لمدينة فلوريدا باش يفوتوا الصيف مع بعض. ولما فاقت فيث لقات صحاباتها جاوا عندها باش تجهز روحها للسفر وجمعوا النقود من بعضهم باش تكفيهم للرحلة، ويكونوا فرحانين لأنهم أخيرا راح يسافروا مع بعض ويبعدوا على الجامعة. وتجمعوا كامل في حمام المنزل لقاو معاهم 325 دولار فقط، وهذا اقل من نص المبلغ اللي راح يحتاجوه. وقالت فيث لصحاباتها انها ملت من المكان ومن الجامعه، وايامها كامل ولات تشبه بعض وتتعامل يوميا مع نفس الاشخاص المملين، وكانت تتمنى في العطله هذه تغير نفسيتها لانها مش حابه تفوت عمرها في الملل والروتين، ويكون كل الطلبه اللي ساكنين معاهم سافروا وبقات غير فيث وصحاباتها بسبب قله النقود. وقالت لهم كاندي صاحبتهم لازم يسافروا باي ثمن، وطلبت سياره صاحبتها كوتي لانها عندها خرجه هي وبريت، وهذا الشيء بعد ما قرروا يسرقوا النقود ويروحوا بها الرحلة. وبقات كاندي تشجع فيهم على عملية السرقة، وكل ما في الأمر راح يسرقوا سيارة المدرس تاعهم من الجراج السكن وينفذوا السرقة بها باش تساعدهم. تحركوا في ثلاثة مع بعض وتكون فيت ماهيش عارف الخطة تاعهم، وهزوا معاهم مسدس لعبة ولبسوا أقنعة على وجوههم باش واحد ما يعرفهم، وهجموا على مطعم. وتكون كوتي تستنى فيهم برا باش لما يسرقوا يجريوا عندها وتهرب بهم قبل ما تجي الشرطة. ودخلوا للمطعم ومثلوا أنهم عصابة ونجحوا في سرقة النقود من المطعم وهربوا، وبعدها خلاو السيارة في مكان مهجور وشعلوا فيها النار باش تختفي البصمات تاعهم، وجراو عند فيث باش يقولوا لها انهم راح يسافروا اخيرا، لكنها تقلقت من الشيء اللي عملوه وكانوا ممكن يتحبسوا، لكنهم اكدوا لها ان العمليه مرت بسلام وواحد ما شافهم او تعرف عليهم، وفرحوا اخيرا لانهم قدروا يروحوا للرحله وتحركوا في اليوم اللي بعدها وركبوا حافله لفلوريدا، ويكون كل الشباب اللي في الحافله رايحين لفلوريدا باش يفوتوا عطله الصيف فيها. وصلوا اخيرا وبداوا يستمتعوا بوقتهم، وحكات فيث مع جدتها وطمنتها عليهم وقالت لها انها فرحانه لانها اخيرا شافت مكان جديد من العالم خارج مدينتها وسكنها الجامعي الممل. وتكون فيث وصحاباتها راحوا لكل الحفلات بسبب كميه النقود اللي معهم، وبقاو يحكيوا لفيث على عملية السرقة اللي داروها في المطعم، وأنهم حسوا بالقوة والسيطرة في هذاك الوقت لما خافوا منهم الزبائن وكانوا ينفذوا في أوامرهم لأنهم خافوا من مسدس اللعبة، ويكونوا حاجزين غرفة في فندق مشهور وفوتوا فيها وقت ممتع، حتى جاتهم شرطة فلوريدا وقبضوا عليهم، وراحوا لمركز الشرطة وبداوا يحقوا معاهم بسبب وجود مخدرات في الغرفة تاعهم، وهذا الشيء أثناء الحفلة اللي عملوها، وتكون فيث أكثر وحدة مصدومة فيهم، وحطوهم في الحجز حتى تجي موعد المحاكمة في اليوم اللي بعدها، وقال لهم القاضي أنهم ما راحش يحقوا معاهم بخصوص مخدرات لانهم ما تمسكوش بها، لكنهم لازم يدفعوا كفاله بسبب مشاركتهم في الجريمه والا ما راحش يخرجوا من السجن. ومن سوء حظهم يكون واحد اسمه اليان موجود معاهم في قاعه المحاكمه وهو اللي يدفع لهم الكفاله وخرجهم من السجن، ويكونوا مستغربين انه واحد دفع عليهم الكفاله وبلا ما يعرفهم. ولما خرجوا من مركز الشرطه لقوا اليان واقف قدام سيارتهم قابلهم، وقدم نفسه وقال لهم انه شافهم اثناء المحاكمه وحن عليهم وقرر يساعدهم، وعرض عليهم يركبوا معاه في السياره، ويكونوا كامل فرحانين من غير فيث اللي حست انه كاين حاجه غريبه في الموضوع، لكنها اضطرت تركب مع اصحابها. عرف آليان منهم أنه نقودهم خلصت وبدأ يغري فيهم بالمال تاعه والسيطرة على منطقة فلوريدا، وهذا لأنه من أشهر تجار المخدرات الموجودين في فلوريدا ويحتاج الناس بزاف باش يوزعوا المخدرات تاعه. وقال لهم أنه المخدرات اللي كاينة في الغرفة تاعهم هي مخدرات تاعه، وأهم زوج يشتغلوا معاه هما التوأم ويعتبرهم العمال اللي يثق فيهم، وقال أنه ما كانش واحد ما يعرفوش في المنطقة، وهذا غير تجارته الثانية للسلاح، وكلهم انبهروا بكلام آليان إلا فيث اللي قالت لصحاباتها أنهم ما جاوش باش يقعدوا مع تاجر مخدرات، وهي حابة ترجع للمنزل لأنها خايفة منه. معها آليان وقالها انها عجبته وحابها تبقى معاه، ولمحلها انه ساعدها في خروجها من السجن، وفهمها انها لو حابه تسافر تروح وحدها وتخلي صحاباتها وما تفكرش تعمل حاجه تقلقه، واسمح لها انها تروح. وفعلا قررت فيث انها ترجع وحدها للسكن تاعها وتخلي صحاباتها في الساحل مع آليان، وركبت الحافله وهي تبكي لانها خايفه على صحاباتها لانها مشتاقه في آليان، لكنها تكون عملت اللي عليها وحاولت ترجعهم معها وفشلت، ويكونوا صحاباتها فرحانين وفوتوا وقتهم مع آليان وراحوا معاه للمنزل تاعه وشافوا الاسلحه اللي عنده وكميه المخدرات والنقود اللي تاجر فيها، وقال لهم انه ما عندوش مشاكل غير مشكله واحده وهي واحد اسمه ارتشي لانه كان صاحبه من قبل والان اصبح عدو الاول تاعه، ولانهم ينافسوا في بعض وفي نفس المنطقه وكل واحد يحاول يفرض السيطره تاعه على الثاني، وواحد فيهم ما حب يستسلم. وانبهروا البنات بآليان وعاشوا معاه في المنزل تاعه وكانه اصبحوا افراد من العصابه تاعه، وبداوا يتعاملوا بحريه اكثر ويلعبوا بالاسلحه اللي عنده حتى وهي فيها رصاص، ولقاو ثلاث اقنعه ولبسوها وعجبهم شكلهم وبداوا يشاركوا في عمليات السطو كعصابه واحده، ويكونوا البنات يشوفوا فيها تغيير جو وتجربه جديده، وزادوا تعلموا اطلاق النار مع آليان حتى بدات العمليات تاعهم تكثر. والموضوع وصل لارتشي وسمع انه آليان وعصابته جديده راح يسيطروا على الشوارع تاعه، وهنا قرر ارتشي يتصرف بنفسه وقابل آليان والبنات بسيارته وقال له انه الشوارع هذه ملكه وفي الوقت الحالي راح يعمل له تحذير فقط، وخرج واحد من سياره ارتشي واطلق النار على سياره آليان اللي فيها البنات وتصابت كوتي في كتفها. جروا بها الاقرب مكان يقدروا يعالجوه فيه بنفسهم لانهم ما يقدروش يروحوا للمستشفى والا راح يفتحوا معاهم تحقيق، ومن حسن حظها انه رصاصه جاتها في مكان ماهوش خطير.
الجزائر، وبعد ما عالجوها قالت لهم لازم ترجع للمنزل تاعها لانه العطله تاعها خلصت. خلاتهم وركبت الحافله باش ترجع للسكن تاعها، وبقات كاندي وبريت مع الين، لكنهم تغيروا ما بقاوش على طبيعتهم لانهم عرفوا انه الحياه مع الين ماهيش رفاهيه فقط، ولكن كاين نسبه خطر عاليه، وقرروا حتى هما يخليه ويسافروا بلا ما يقولوا له. لكن قبل ما يسافروا لازم ينتقموا لاصابه صاحبتهم، واقنعوا الين انهم لازم يقتلوا ارشي باش هو يسيطر على كامل المنطقه، وعرضوا عليه انهم يساعدوه. لبسوا الاقنعه تاعهم وراحوا مع الين للمنزل تاع ارشي، ولكن اول واحد صاب ومات فيهم هو الين نفسه، وكملوا البنات طريقهم وحدهم وبداوا يقتلوا في اي واحد يقابلوه، ووصلوا لارشي وهو داخل المنزل تاعه وقتلوه، ورجعوا للمنزل بعد ما قتلوا العصابه كامل وتكون عطله الصيف تاعهم خلصت. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الافلام. سلام.